أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج رأي آخر حول موضوع سياسات التشغيل في فلسطين. ويقول أحدهم: ليس الغرب عباقرة ولسنا أغبياء، لكنهم يدعمون الفاشل حتى ينجح ونحن نحارب الناجح حتى يفشل. وحال الواقع يقول: غياب في السياسات المدروسة والممنهجة لخلق فرص التوظيف وحل مشكلة البطالة لا سيما في صفوف الشباب. هذه المشكلة أسبابها وحلولها وتداعياتها ستكون محاور حلقتنا لهذا اليوم من برنامج رأي آخر، فكونوا معنا. مشاهدين، أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج رأي آخر حول موضوع سياسات التشغيل. كما أرحب بضيوفي معالي وزير العمل السيد أحمد مجدلاني، أهلا ومرحبا بك، ومسؤول منظمة العمل الدولية في فلسطين السيد منير قليبو، أهلا ومرحبا بك، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين السيد شاهر سعد، أهلا ومرحبا بك. وبالحضور معنا أشكر وجودكم معالي الوزير. ونحن نتحدث عن موضوع سياسات التشغيل في فلسطين، دور وزارة العمل في هذا الموضوع، ماذا تقول؟ طيب، شكرا لك ولهالبرنامج. انا اعتقد برنامج بيشاركوا فيه شركاء محليين وشركاء دوليين، ووجود يعني جمهور جزء منه، الجزء الاكبر منه هو مختص و متابع لقضية التشغيل والبطالة في فلسطين، اللي بنعتبرها التحدي الرئيسي الحقيقة ليس فقط للحكومة الفلسطينية، وإنما أيضا تحدي رئيسي لكل الشركاء الاجتماعيين في فلسطين. والموضوع البطالة في المجتمع الفلسطيني هي قضية، قبل كل شيء هي قضية اقتصادية اجتماعية، وأيضا ذات بعد بنفس الوقت سياسي وذات بعد أمني في آن معا، لأنه قضية البطالة تعني الفقر، والفقر يعني أيضا كل أشكال التطرف الاجتماعي في آن معا، وأيضا يؤدي إلى تهديد السلم الأهلي والمجتمعي. وبالتالي معالجة موضوع البطالة بالمجتمع الفلسطيني بيأخذ الحقيقة ثلاث مستويات. المستوى الأول هو الاقتصادي، لأنه بشكل خسارة للاقتصاد الفلسطيني، لأنه طاقات بشرية ذات إمكانيات من الممكن أن تم استثمارها وتوظيفها، من الممكن أن تؤدي إلى زيادة الناتج القومي الإجمالي ولزيادة مردودية الاقتصاد الوطني. الأمر الآخر على المستوى الآخر هو المستوى الاجتماعي، لأنه البطالة كما أشرت هي قضية اجتماعية، وبالتالي أيضا تولد سياسات وزارة العمل بالك للتعاطي مع هذا الموضوع. منيح منيح، أنا بفهم سؤالك ولذلك عم بجاوبك على قد سؤالك، لو تسمعيني شوي. تفضل. وأيضا في قضية اجتماعية مثل ما قلت، وفي قضية اللي علاقة بالسلم الأهلي والمجتمعي. وزارة العمل الحقيقة وضعت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين. نعم. وهذه الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الحقيقة اشتملت ثلاث مستويات، إنجاز التعبير. المستوى الأول كان عندنا هو المستوى الفني. إحنا بالتعاون مع شركائنا أيضا الدوليين الجي آي زد أطلقنا وعملنا خلال ثلاث سنوات الماضية لشيء اسمه نظام معلومات سوق العمل. نظام معلومات سوق العمل المحوسب اللي بيمكن الوزارة من التعرف أو القدرة على أن يكون لديها معلومات كاملة عن وضع سوق العمل، البطالة، مستويات البطالة، أيضا ما هي المهن التي فيها البطالة أكثر من غيرها، الفئات العمرية، القطاعات المختلفة. وإحنا هذا النظام المحوسب أدخلناه أو أطلقناه مع مطلع العام الجاري، وهذا بيمكننا فنيا من اتخاذ اجراءات تدخليه مباشره وغير مباشره. سوف نعود لكافه هذه الامور معالي الوزير. انت عم تساليني عن السياسات، بديش اجاوبك عن السياسات. انا بدي السياسات بالتفصيل، ولكن بعد اخذ مشاركات الجمهور ومن ثم العوده اليك والاستماع لاستاذ منير قليبو. استاذ منير، من منظور منظمه العمل الدوليه، عندما نتحدث عن سياسات التشغيل في فلسطين وانتم يعني لكم دور في هذا الموضوع تحديدا، ما تقومون به في هذا السياق؟
بداية مساء الخير جميعا وشكرا لهذا اللقاء. كما ذكر معالي الوزير فالعمل جاري ومنذ أكثر من 4 سنوات على وضع إطار عام لاستراتيجيات التشغيل وسياسات تشغيل لها علاقة مباشرة بسوق العمل وكل ما يتعلق بسوق العمل، وبالتالي منظمة العمل الدولية أبدت يد المساعدة الفنية في هذا الإطار. منظمة العمل الدولية بتصر دائما على أنه أي مداخلة فنية هي ثالوثية الأبعاد، أي بمعنى منظمة العمل الدولية تعمل مع شركاء استراتيجيين أساسيين منقولهم الشركاء الاجتماعيين ممثلين دائما بصوت الحكومة، وفي هذا الوضع هي وزارة العمل، والعمال لهم كلمة ولهم خاصية في منظومة منظمة العمل الدولية، ومن خلال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين دائما نكون في حوار متبادل مشترك وحوار اجتماعي ممنهج، وكمان عندنا شريك ثالث غايب عن الطاولة إلا أنه هو الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية اللي كمان بيمثلوا صوت أرباب العمل واللي هم دائما بالمعادلة بيكونوا الأهم، لأنه فاتورة التشغيل بيدفعها لا بتدفعها الحكومة ولا العمال ولا منظمة العمل الدولية. ما زال هناك بيكون في غياب لصوت أرباب العمل وسياسات لصوت أرباب العمل على أرض الواقع لتفعيل الوضع الاقتصادي لتحقيق التنمية الاقتصادية، فلقاءاتنا بتكون ودية ولقاءاتنا بتكون حوارية، لكن الفاعل الأساسي والقرار الأساسي هو لأرباب العمل لأنهم هم الممولين. إيش منظمة العمل بتعمل؟ طبعاً بتأدي كل الدعم الفني للشركاء الأساسيين في هذا الإطار من خلال حوار اجتماعي يسعى في ما يسعى إلى تحقيق عدالة اجتماعية بناء على برامج العمل اللائق اللي بتقدمها منظمات العمل الدولية في العالم قاطبة. أشكرك أستاذ شاهر. دور النقابات في هذا الموضوع، وهل أنتم شريك في وضع السياسات؟ طبعاً الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والحركة النقابية هي مشاركة وشريك رئيسي واستراتيجي في كل سياسات التشغيل التي توضع بحوارات ثلاثية، وكما ذكر الدكتور أحمد مجدلاني مع وزير العمل في هناك مؤسسات يعني ترعى الحوار من أجل وضع سياسة للتشغيل الجي آي زد، وكما ذكر منير أيضا في هناك يعني تعاون مع منظمة العمل الدولية بهذا الصدد في هذا الموضوع في وضع سياسات، يعني هذه السياسات تعبر عن وجهة نظر العمال وتعبر عن وجهة نظر أطراف الإنتاج يعني بشكل عام. يعني مشاركتنا هي مشاركة ضمن منهجية النقابات، ضمن منهجية الاتحاد، ضمن منهجية الدوائر، ضمن أيضا ما يطلب العمال من فرص يعني عمل. يعني وإحنا بنتحدث عن هذا الموضوع بشكل واضح ودائما نتحدث في ضرورة أن يكون في هناك سياسات تشغيل يعني مدعومة. مش المشكلة انه في سياسات تشغيل، سياسات التشغيل احنا متفقين عليها، بس المشكلة توفير المال لسياسات التشغيل وهذه المعاناة الأساسية. أستاذ شاهر، احنا رح نرجع لموضوع السياسات ولكن نريد الاستماع من الجمهور الموجود معنا. يعني ونحن نتحدث عن سياسات التشغيل بصورة أبسط، خلق فرص التوظيف بصورة أبسط أكثر، موضوع البطالة وتفشي هذه الظاهرة خصوصا بين صفوف الشباب. إذا استمعت إلى السيد بدر زماعرة، هو المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشباب حول الموضوع وتحديدا عن فئة الشباب. تفضل بدر. شكرا، مساء الخير وبشكركم على اللقاء المهم. يمكن اليوم بهمني أجمع صفتين، الأولى أنه أكون مواطن، لأنه معالي الوزير ومنير والأخ شاهر كثير كنت مكانكم وينظر إلي مسؤول وأشعر بذنب كبير. يمكن في هذا الملف بالذات تؤرق وتشعر بعبء كبير، وخاصة أنه أنت شو ما عملت وشو ما حكيت مش حتعمل لحد شيء لما بتكون صرخات وأنين الناس وحطوا لي خط تحت أنين الناس اللي درس سنوات طويلة أو أهله اضطروا يبيعوا أرضهم عشان يدرسوا ابنهم وبالآخر راح لسوق العمل، إنه اكتشفوا الأهل بعد 4-5 سنوات إنه السوق ما بده هندسة أو ما بده طب اللي كلفت لها $100,000 لطالب درس بالأردن ولا درس هون ولا هون.
أجل وقت نفكر كلنا إنه هذا الموضوع في جزئيات كبيرة أكبر من الواقع اللي إحنا منعيشه وأكبر منا أحياناً، اعذروني، لأنه الموضوع هو مش بس كما يبدو هو مسؤولية الحكومة. أنا بشوف كثير صارت تغيب عنا كلمة الاحتلال، الاحتلال ثم الاحتلال ثم الاحتلال، وراح نضلنا نغني في هذا الموال لأنه الاحتلال هو العامل الأساسي والرئيسي. إحنا لما أصدرنا هذا التقرير وسبقوا تقارير كثيرة حمل عنوان المستقبل يقرع الباب، وأنا بقول لكم كمان مرة المستقبل فعلا يقرع الباب مرات ومرات، مش بس لملف التشغيل، لكل القضايا الاجتماعية اللي على رأسها موضوع التشغيل. النقطة الثانية اللي بدي أحكيها لما أبطل مواطن بدي أقولها على الجانب السياساتي معالي الوزير، أنا بستغرب إنه هذه البلد كلنا مصرين أن تبقى منتهكة. حصلنا على دولة أو لم نحصل على دولة، بأنه معنى بتمنى الكل يفهم الجزئية اللي أنا بحكي عنها ومعالي الوزير راح يتفق معي. لما باجي بلاقي أحد المؤسسات الدولية مشروعها 17 مليون دولار، وبعض المؤسسات 10 مليون، وبعضها 9، وقبل فترة توقع مشروع ب 14 مليون، والنتيجة اللي بدها تتوجه للشعب الفلسطيني مباشرة 3 أو 4 أو 5 مليون من ال 15 أو 10 من ال 40، عن شو منحكي؟ ومش بس هيك، يترك هذا المانح أو تلك المؤسسة أن تعمل كما تشاء. وعشان أكون واضح، أنا بحكيش على المؤسسات الأهلية اللي بتروح تاخد العقود وتنفذ، أنا بحكي على الأم. طب هاي قضية إلها علاقة في موضوع الشباب وفئة الشباب، الشباب هم الضحية في هذه القضية. لما أنا باجي بحكي إنه إحنا دعمنا الشعب الفلسطيني، أنتوا بيشارك مؤسسة شبابية ولكم تجارب في الموضوع وقريبين من هذه الفئة لحد كبير، من هو المسؤول عن معاناة الشباب في عدم خلق وإيجاد فرص توظيف لهم؟ لن يستطيع فلسطيني حل هاي المشكلة. لما أنا بحكي على عشرات الألوف اللي بتتدفق للسوق سنويا، كل جهودنا بتعجز عن توفير بعض بضع مئات من هذه الأعداد. المشكلة كبيرة، بحاجة لضبط، بحاجة لتفكير، بحاجة للاطلاع على دول أخرى. امبارح أنا كنت في طول كرم، لما بتسمع لمجموعة من الشباب شو بيحكوا بتشعر بالأسى، تشعر إنه فعلا أنت في عندك فقر في مقدرتك على تقديم شيء لشاب هو كل همه بدي بزنس صغير. وهنا بدي أختم بس في المشاريع الصغيرة اللي أنا بسمع للشباب، مش بس الوظائف. لما شاب توجه وبفتح دراي كلين أو بفتح أي مشغل صغير وبروح للحكومة بحكي لها من شان الله أنا بدي أشتري سيارة عشان أصير أوزع، بحكوا له ثمن السيارة 100,000 شيكل. لا، ما فيش عندي سياسة حكومية واحدة تعفيه من الضريبة عشان البزنس تبعه يمشي. أشكرك. بدر، نأخذ مشاركات ثانية لو سمحتوا. تفضل أخذ مشاركتك هون. تفضل راسي. يعني أنا قبل ما أبدأ حديثي أنا بضم صوتي لصوت إخواننا من الأخ بدر، وبالتالي سأبدأ حديثي بتأكيدي على ما قالوا. ولكن إذا بنتحدث عن تهديد سلمي واجتماعي وبنتحدث عن فقر وتسرب من تسرب الأطفال من التعليم، وبالتالي هذه لها أسباب، وأول سبب رئيسي الاحتلال، والسبب الثاني هي عدم قدرة السلطة السيطرة التامة على مدخولات وتسريبات من أجل إضعاف السلطة بإمكانياتها. النقطة الثالثة تكمن في الحكومة، إنه لم نأخذ العبر بعد أن نتطلع لخطورة مخرجات الجامعات والمعاهد إلى وتدفقها إلى سوق العمل في ظل فقدان الإمكانيات وعدم إدراكنا لهذه الأخطاء، أن نعيد هيكلة التعليم. إحنا بحاجة إلى عقلاء وعلماء أن يجلسوا مع الأطراف حتى يعيدوا سياسات التعليم. سياسات التعليم في البلد هي بحاجة إلى إعادة هيكلة. أشكرك، واضحة النقطة، شكرا لحضرتك. بس معلش ما عرفتنا على حالك بالأول. أنا مواطن، اسمي رسم البياري. أهلا بحضرتك، أشكرك. طيب نأخذ كمان مداخلة هون. محمد العطاوني من الخليل، عضو لجنة تنفيذية بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومسؤول دائرة الإعلام، وبالتالي أنا جزء من مهمة رصد النظري ورصد الواقع المعاش. وعشان هيك بدنا نكون صريحين، دكتور أحمد مجدلاني وزير العمل في إطار مهمته
عندما يتحدث عن مسؤولية السلطة بهذه الطريقة هذا مرعب. مسؤولية السلطة اللي جابها اتفاق أوسلو، خلينا نحكي عن شربح، واللي تحول بالرؤية الإسرائيلية لمسؤولية خدمات سكان على السلطة تدير خدمات سكان بلا سيادة على الأرض. اللي بده يصير جمال بده يوسع باب داره، هاي مسؤولياته مش مسؤوليات حدا. اتفاق أوسلو وملاحقه الاقتصادية ودت السلطة بهذا الاتجاه. يجب أن تتحمل السلطة مسؤولياتها ليس في تقديم قراءات نظرية للواقع. ما هي يعني اللي بتخبز عصاج بالريف الفلسطيني بتقدم رؤية، والأساس أن تأخذ مسؤوليتها السلطة في توفير فرص عمل. السلطة هي الجمال. سياسات السلطة ككل، سياسات السلطة الاقتصادية والاجتماعية البائسة، السلطة بتشتغل بسياسات زي ترس الماكينة مع بعض ولا كل واحد على هواه؟ يعني خطة وزارة العمل بعيدة عن خطة وزارة الاقتصاد، بعيدة عن خطة وزارة التخطيط، وبالتالي طلعت الوصف البائسي من هذا الإفكار اللي شفتوه، وطلعت بهذه الوصف البائسي لعشرات آلاف الخريجين اللي مش بس يا أخونا بدر، كمان القوت اليومي للأسرة بنصرف عليهم. يعني هذه السياسات ودتنا لمزيد من الفقر والبطالة. أخوي الدكتور أحمد مجدلاني، في إطار مهمتك ومسؤوليتك كوزير وليس مسؤوليتك الشخصية، أنت جزء من الإشراف على هذه السياسات، وبالتالي لا يجوز لا تهرب الحكومي برأسها ولا تهرب وزرائها من مسؤولياتهم. أنتم سلطة لخدمة الشعب وحكومة لخدمة الشعب. المسألة لا مسؤولية المنظمات الدولية. أخوي منير كليبو، أنت تتحدث وأنا أعرف عن قرب سياسات منظمة العمل الدولية. منظمة العمل الدولية ليست فقط مهمات حسب فهمنا كنقابيين في الإشراف الفني، هناك انتهاكات يومية على الأرض الفلسطينية للعاملين في سوق العمل الإسرائيلي وللعاملين في سوق العمل المحلي. هاي المنظمة الدولية فيها أعضاء، أين مسؤوليتكم اتجاه أعضائكم لتطبيق الاتفاقيات الموقعة؟ نحن حقيقة بحاجة لمساعدات فنية، بس ليس بحاجة مع المساعدات الفنية مزيد من المعاناة. مسؤولياتكم اتجاه العاملين في إسرائيل اللي بتطاردهم الكلاب البوليسية واللي نهشت من لحمهم أول امبارح في بتولة، ومسؤولياتكم اتجاه سياسات السلطة اللي منظمة التحرير الفلسطينية وقعت على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومنظمة التحرير هي مرجعية السلطة، وعلى أي سلطة أن تلتزم بما وقعت عليها مرجعية. أشكرك مداخلة في غاية الأهمية ونقاط مهمة جدا سوف نعلق عليها. أخذ مداخلة أخيرة في هذه النقطة. يعطيكم العافية الجميع. تعرفنا عن حالك لو سمحت. أنا رحيم العرور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. أهلا بحضرتك. بخصوص الاستراتيجية الأخيرة اللي انتهت منها اللي هي الاستراتيجية الثلاثية، أنا بدي أسأل، هناك في كان صندوق التشغيل من ضمن الأولويات في الاستراتيجية. للأسف لغياب آليات تنفيذية الاستراتيجية، أنا شخصيا وما بعرفش مين ممكن يشاركوني كثير من الموجودين، ما شفناش أي إنجاز على الأرض من هاي الاستراتيجية، فكان في غياب لآليات تنفيذ، وفي كان غياب للأطراف اللي وقعوا على هاي الاستراتيجية للشركاء. فأنا بدي أشوف أول إشي مسؤولية بخصوص صندوق التشغيل بالآن، هل الأطراف قاموا بمسؤولياتهم والتزاماتهم اتجاه الصندوق؟ وإذا كان الجواب لا، لماذا بدنا نشوف معوقات على أساس إحنا ما نتهم حدا؟ سؤال جيد. خلينا نتوجه من السؤال لمعالي الوزير، يعني طرح تساؤل في غاية الأهمية. طيب منيح، أنا الحقيقة مبسوط من النقاش، سوف أعود لكم جمهورنا، بس بدي أطلب من الإخوان ما يخطبوا علينا. يعني إحنا هون مش عم نعمل خطاب سياسي بصراحة. شخص الواقع يا أخي منيح، اسمح لي، أنا مش راح أعمل نقاش معك. لا أنا جاي أناقش معك. لا اتفاق، اسمحي لي شوي.
إذا بدك أحكي على كيفك أنا بقوم بمشي حتى ننظم من نقاش مع الوزير. لا أرجوكي هذا الأسلوب بالنقاش بقبلوش أنا. أنا بدعطيك وقت ترجع لي بدك إياه. إذا بتتعاملي معي بهالطريقة أنا بقول لك النقاش من أصله أنا بعطي أنا بقول لك هذا عمل غير مهني. أنا بفهم بالصحافة مثلك أو أقل منك بس أرجوكي مش بهالطريقة. معالي الوزير الناس جاية هون عشان تناقشك فهي طرحت تساؤلات. يا ستي أنت ما تقطعينيش. طيب تفضل أنا عم بعطيك أنا كل ما بحكي كلمة بتنطيلي. طيب أنا مش نقاش. معالي الوزير عم بعطيك تفضل أرجوكي بدك تتعاملي معي تعاملي معي بشكل مهني. العمل المهني بتعطيني فرصة أرد على التساؤلات مش كل ما بدي أحكي بتقاطعيني. هذا مش نقاش ثنائي معك هذا نقاش ثنائي مع الناس. طب مفتوح. دكتور تفضل وأرجوك هذا الأسلوب لا تعدي معي مرة تانية. تفضل. بتمنى عليك من هون لنهاية الحلقة خليها تمر بسلام. أول شيء منظمة التحرير الفلسطينية ما وقعتش على اتفاقيات العمل الدولية. نحن لسنا عضوا ولسنا طرفا أصيلا في منظمة العمل الدولية. احنا عضو مراقب واحنا بنعلن احترامنا والتزامنا وبندخل معايير العمل الدولية في التشريعات الفلسطينية بس احنا ما وقعناش تصحيحا هذا مشان يعني تكون واضحين يعني من البداية تصحيح للمعلومات. الشيء الثاني اللي بحب احكي نعم الاجراءات الاسرائيلية الاحتلالية تحول دون قيام أي حكومة فلسطينية من السيطرة على مواردها المالية ومواردها الاقتصادية من السيطرة على المعابر والحدود اللي بتخليها تفتح علاقاتها التجارية الخارجية. أي حكومة فلسطينية هي حكومة مقيدة بالاتفاقيات الآن مع الاحتلال. 60% من الأراضي الفلسطينية والموارد الاقتصادية تحت السيطرة الاقتصادية يلي هي المجال الحيوي للنمو الاقتصادي وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا أمر لا يجب حقيقة يجب أن لا تغيب عن بالنا. الأمر الآخر مهما كانت معدلات النمو الاقتصادي في فلسطين إحنا أعلى معدلات نمو اقتصادي صارت عنا سنة 2010 وصلت لـ9.8% لكن ومع ذلك نسبة التشغيل عنا بفلسطين لم ترتفع سوى أقل من 3% ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة والسبب في ذلك يعود نسبة الولادات العالية. إحنا عنا أعلى نسبة ولادات في العالم لكن معالي الوزير عندك بطالة 250,000 يا أختي في عندك نسبة بطالة بين الشباب معدلها أكثر من 35%. خليني أكفي طيب وراح أجيك على الأرقام. هاي الأرقام اللي عندك مش دقيقة راح أصحح لك. أنا بتمنى أنك تصحح أصحح لك إياها على التقرير الربعي الأخير اللي أصدره دائرة جهاز المركز الإحصاء الفلسطيني. رائع جدا. عدد المعاطلين عن العمل 270,000 مش 250,000 وعدد اللي الشباب العاطلين عن العمل بين 20 و24 سنة هن 37.5% مش 35 مشان أصحح لك المعلومة. 35.7 بالاستناد للتقرير اللي حضرتك أشرت له. مزبوط بس مش مأخوذ في ماشي الحال ما أنت تطلعي على بقية التقرير مش اللي معلن. بس على كل الأحوال إحنا نتطلع على الموضوع من أي زاوية. عندنا نسبة ولادات عالية اللي بيدخل على سوق العمل كل سنة حوالي 50,000 طالب فرصة عمل. قدرة الاقتصاد الفلسطيني بما في ذلك القطاع العام لا يستطيع أن يولد أكثر من 20,000 فرصة عمل. هذا هو قدرة الاقتصاد الفلسطيني. إحنا عندنا 30,000 كل سنة بصرف النظر خريجين ولا غير خريجين بيروحوا له البطالة بسبب الارتفاع بمعدلات الولادة الطبيعية عنا والعدات الولادة الطبيعية. ومع ذلك الموضوع إذا بنتحدث عنه بشموليته لا تستطيع السياسات الحكومية لوحدها مهما كانت هذه السياسات منسقة معالجة مشكلة البطالة تحت الاحتلال ومعالجة مشكلة التنمية تحت الاحتلال. معالي الوزير أنا ما بدي أقاطعك ولكن إحنا محكومين بوقت معين وفي عنا كمان ضيوف بدنا نستمع لرأيهم وبدي أرجع للجمهور وأخذ مشاركته. الحق علي اللي أجيت مش الحق عليك. نحن نشكر حضورك معنا معالي الوزير. علي اللي أجيت وأنا متأسف كثير. نحن نشكر حضورك متأسف كثير بدي أعتذر أنا بدي أعتذر. معالي الوزير أنت جاي تسمع الناس. معالي الوزير أنا لو مفكر هيك البرنامج ما أجيتش لعلمك. يعني الناس بدهم يسمعوك وأنت بدك تسمعهم. أنا بعرف شو بدهم يحكوا كلهم اللي شايفتين اللي قاعدين
كلهم بعرفهم بالاسم. طب معالي الوزير، كلهم بالاسم بعرفهم. يعني عندي تساؤلات من المواطنين اريد اجابه عليها. يا ستي عليها. كل المواطنين اللي قاعدين هون بعرفهم بالاسم. طب والناس اللي عم بيسمعونا كمان بدهم يعرفوا اجوبه هاي الاسئله. انا متاسف انه هذا برنامج دون المستوى المطلوب. متاسف. اشكرك معالي الوزير. يعني انا متاسف ومش راح اقدر اكفي معك. يعني معالي الوزير حضرتك انا مش راح اقدر اكفي معك. انا مش راح اقدر اكفي معك. طب انا بدي اعطيك فرصه. أنا تفضل. متاسف يا سيدي. تفضل معالي الوزير كمل واحكي اللي بدك اياه. انا بديش احكي خلاص. طب انا بنتقل لاستاذ منير. استاذ يعني الاخوان بيحكوا عني. يلا شكرا. نستكمل حوارنا حول موضوع سياسات التشغيل في فلسطين، وننوه أن وزير العمل غادر ورفض أن يكون موجود في هذه الحلقة. أستاذ سيد منير، وأنتم في يعني منظمة العمل الدولية، عندما نتحدث عن موضوع الانتهاكات المستمرة أو الانتهاكات الحاصلة لقطاع وفئة العمال سواء العاملين في السوق الإسرائيلية أو في سوق العمل الفلسطينية، ما هو دوركم؟ يعني بداية برضو بدي أكد على أني سمعت أصوات الشباب وسمعت أصوات العمال وسمعت أصوات الاحتلال، وكمان بدي أسمع صوت الانقسام. أليس للانقسام الفلسطيني من أثر سلبي على وضع سوق العمل الفلسطيني؟ 1,700,000 أخ وأخت في غزة، وهناك مشاكل وهناك أنفاق وهناك حريات، أليس هناك كمان مسؤوليات لا تحمل السلطة الوطنية الفلسطينية ولا وزارة العمل ولا الاتحاد العام هذه الأمور؟ برجع للإخوان اللي حكوا على الانتهاكات، أنا كل الاحترام للمداخلة، وأقدر بأن منظمة العمل الدولية ما عندهاش أدوات عسكرية ولا عندها أدوات سياسية ولا عندها أدوات دبلوماسية تدخل فيها على حل النزاع القائم في الوضع الإسرائيلي وانتهاكات الإسرائيلية للعمال في المستوطنات والعاملات والأطفال وفي الأراضي الإسرائيلية. إنما بذكر الإخوان والأخوات والأخ النقابي اللي أبرز الموضوع، خلال الثلاث سنوات الفائتات منظمة العمل الدولية وبشراكة وطيدة مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أنشأت ما يسمى بالعيادة القانونية، والتي كانت من المسؤوليات الملقاة على عاتقها بتوفير الدعم الفني اللائق لها من منظمة العمل الدولية ومن أموال منظمة العمل الدولية، إنه تعمل عيادة قانونية للتوعية ومتابعة القضايا وتحويل الملفات. وكمان من شان تكون منظمة العمل الدولية أكثر تفاعلا مع الوضع الفلسطيني الخاص تحت الاحتلال، فلفلسطين خاصية من منظمة العمل الدولية، بحيث هناك بعثة دولية عالية المستوى كل سنة بتجي لفلسطين. طب ما دورها في النقطة التي أثرها أحد المشاركين في الانتهاكات تحديدا؟ دورها إنها بتزور كل العمال والعاملات الفلسطينيين في المستوطنات، وبتزور أرباب العمل من كلا الطرفين الإسرائيليين والفلسطينيين كمشغلين وأرباب عمل، بتوثق كل الأحداث، بتقعد مع كل الأخوات والإخوة اللي بتعرضوا للانتهاكات، والاتحاد بوفر لنا اللقاءات وجها إلى وجه، وتوضع القضية أمام منظمة العمل الدولية في مؤتمرها السنوي أمام الطرف الإسرائيلي اللي معني، وتوضع كل الوثائق والبيانات والإحصائيات وقصص المعاناة الفلسطينية، إلى أنه منظمة العمل الدولية بتوضع المعايير، بتحط الحق، بتحط البيان، بتحط الإحصائية، بتأدي القضية حقها، إلى أنه ما فيهاش سلطة تنفيذية اللي توقف هذا الموضوع، إلى أنه من أجل الحق وسرد الحق وكلمة الحق وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية بتقدم هذا كله. إذا كان هنالك انتهاكات في هذا الموضوع وأنتم في منظمة العمل الدولية يعني تنقلون حقيقة الواقع والحقيقة في هذا الموضوع، إذن ما هي المعيقات التي تحول دون استخدام هذه الحقائق والإثباتات لمصلحة العمال سواء على حساب الإسرائيليين أو حتى الانتهاكات الداخلية؟ المعيقات احنا بنرجع لنفس الموضوع، انها تحت احتلال، مش قاعدين بنعمل بجو ارجواني بجو متكامل، احنا ما زلنا تحت احتلال وما زلنا بنعاني من اتفاقيات اساسيه ما كانش فيها عنصر العمل ومتابعه القضايا العماليه واضح مع اخواننا في الاتحاد وما بين الاستدروت، فاحنا بنعمل بظروف تحت احتلال، بظروف قاسيه، بظروف ما الهاش ابعاد وسياسات واضحه من اجل معالجه القضايا، انما احنا بنعول دائما على اخواننا بالاتحاد
انه يبرزوا هذه القضايا، ومنشارك الوزاره كمان بتحمل جزء منها من العبء اللي بتاخده بالعاملين الرسميين والمنظمين، لكن كمنظمه عمل دوليه اكثر من اللي بنقدر نعمله على صعيد التوثيق والتبيين والمتابعه القانونيه ما بنقدر نعمله. انشائنا للعياده القانونيه خلال السنتين الماضيين ما كان الا اداه من الادوات اللي حاولنا نقدم فيها الدعم القانوني عشان المحامين اللي حطيناهم واللي دربناهم والقضايا اللي توثقت والقضايا اللي تحولت من الطرف الاسرائيلي للطرف الفلسطيني وبالعكس تاخذ مجراها القانوني. تمام. طب استاذ شاهر، يعني عندما نتحدث عن موضوع التنسيق وصندوق التشغيل، عفوا النقطه التي اثارها الاخ معنا حول صندوق التشغيل، يعني ما هي المعلومات لديكم حول هذا الموضوع والى اين وصل الموضوع؟ الصحيح يعني انا كنت حابب انه يكتمل النقاش بوجود معالي وزير العمل، وخاصه انه لدينا اقتراحات يعني كنا حابين انه يقترحها في الجلسه، بس لكن يعني انا ممكن النقاش اخذ يعني بعد اخر. هذا النقاش ما كناش حابين نوصل لهذه الطريقه، كنا حابين نخرج بنتائج يعني المضبوط إيجابية لصالح العمال وصالح الشباب يعني وصالح الطبقة العاملة الفلسطينية، وخاصة إنه إحنا أنت حكيت عن أرقام وصلح معالي الوزير وهي أرقام يعني أرقام بتخوف. لما نحكي عن 270 ألف عاطل عمل، أنت حكيت 250 270، هذا جيش يعني مش يعني 270 ألف هيك. لما بنحكي عن سياسات للتشغيل، كيف بدنا نستوعب هذول العمال، كيف بدنا نشغلهم، كان مفروض يعني انه يعني نتناقش ونقدر نخرج في توصيات لهذه الجلسه اللي هيك انا كنت فاهمه، لكن يعني خلينا نرجع هذا ما كنا نسعى اليه. خلينا طبيعي. نرجع للي تفضلت فيه بالنسبه لصندوق التشغيل، في هناك صندوق للتشغيل. هذا الصندوق التشغيل يعني للاسف في له بعض المشاريع بيقوم فيها في تمويل كافي اللي يقوم في دوره اللي انوجد لأجله. لما انوجد هذا الصندوق هو كان من أجل العمل على فتح مشاريع استثمارية تساعد في تشغيل الطبقة العاملة الفلسطينية وخاصة جيش العاطلين عن العمل، لكن يعني الأموال لم توفر لهذا الصندوق. سياسات التشغيل بتحتاج لكثير من المخرجات اللي احنا نقدر نتفق فيها مع بعض. على سبيل المثال مخرجات وموائمة التعليم لا يعني ما بتتماشى مع السياسات بتنوضع للتشغيل. لا. كان المفروض نحكي عن هذا الموضوع، لانه احنا عندنا عشرات الالاف من الخريجين، كل سنه في هناك 38 ألف فرصه عمل مطلوبه من اجل تشغيلها. هذا الموضوع كثير مهم جدا. عمالين اللي حكى عنه الاخ بدر قال انه يشغل بضع مئات من 38 ألف، هو ما حكاش الرقم بس انا بقول له قديش الرقم. 38 ألف الرقم هذا اللي بتشغل منهم، اذا بدنا نشوف وين بتشغل منهم بنشوف انه بتشغل عدد قليل جدا في القطاع الخاص وعدد قليل جدا ايضا في القطاع العام. وين بروحوا؟ بهاجروا لخارج الوطن، بيشتغلوا في المستوطنات، بيشتغلوا داخل اسرائيل. فاحنا كنا حابين هذا الوضع نناقشه، لانه هذا الموضوع لازم يعتمد على قاعده بيانات زي ما حكيت حضرتك ومعالي الوزير، انه هذه قاعده البيانات اللي بتكون موجوده اللي نبني على اساسها من خلال الحوار، من خلال العمل المشترك ما بيننا وما بين يعني مختلف النقابات. عفوا لما انتم طلبتوا المفروض انه يكون من مختلف، جبنا احنا ناس من مختلف المحافظات، من مختلف النقابات على اساس برضه يساهموا ويساعدوا انه نخرج في حلول وتوصيات اللي نستفيد منها. يعني الهدف من هذه الحلقه هو تسليط الضوء على سياسات التشغيل وتسليط الضوء على المشكلات، وليس فقط انه التعاطي معها على انها مشكله طارئه. طب جمهورنا، نحن نريد اعطائكم الفرصه لاسماع الاصوات. ناخذ مشاركه، تفضل. سهيل خضر، عضو الامان العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين. اول شيء انا موجود في اتحاد ديمقراطي
بآمن بالديمقراطية، بآمن بحرية الرأي والرأي المعاكس. فأنا يعني بشوف هذه هي من السمات الأساسية التي يجب أن يتمتع فيها أي شريك موجود على المنصة. كان أنا بس أول إشي بأسف على غياب الوزير وتركه هذا الإشي، لأنه أنا بموقع مواطن أيضا وكنقابة أيضا وكشريك وبآمن بالشراكة الثلاثية، يجب أن أمتص مهما كان نوع السؤال للجمهور. سؤالي ما يلي مكون من شقين. الشق الأول أنا أوجهه إنه للحكومة، الحكومة لا يوجد لها سياسات طويلة المدى، كل سياساتها هي قصيرة المدى لسنة، وهذه منشوفها الإضرابات ومن الإضرابات اللي صارت وحملة الحد الأدنى للأجور. لو عندهم سياسة استراتيجية بخطط طويلة قصيرة المدى وطويلة المدى لما وصل حالنا إلى بطالة 28.5% أو 29، لما وصل خط فقر مدقع بلغ 61%. إحنا كحركة نقابية لا نزال وإيماننا دائما المبدأ الشراكة الثلاثية المتكاملة وعلى قدر المسؤولية. حتى في منظمة العمل الدولية نحن لنا مفاتيح ذهبية ثلاث، 1، 2، 3، الحكومة وأصحاب العمل والعمال. السؤال أنا للمنظمات الدولية، المنظمات الدولية شعبنا الفلسطيني كثير أخذ ما يسمى في التدريبات والتدريب والتدريب والتدريب، وهذه تصرف ملايين الدولارات، نصها بروح لصالح الخبراء الأجانب والنص الثاني بروح بالفتات على هذه المؤسسات. أنا بطالب المؤسسات الدولية أنها تقفز لنوع economic development، التطوير الاقتصادي. نعم. وليس أشكرك. بقاء التدريب والتدريب والتدريب، زهقنا تدريب وبدنا تنمية. ثلاثة، أنا أريد أن أذكر الحكومة لماذا نجحت التعاونيات في انتفاضة 87، لماذا لم يعد يعد التعاونيات الصغيرة والمشاريع. أستاذي نحن نتفق معك في كافة النقط، ولكن نريد أن نسمع. أشكرك جدا. نريد أن نسمع صوت، تفضلي. مساء الخير، يعطيك ألف عافية. أهلا، شكرا على تنظيم هذا اللقاء الهام. واحنا المضبوط يعني بنعتبر وجودنا اليوم مش بس لتشخيص المشكلة بقدر ما نوجد حلول الآن وليس غدا. وطالما انه احنا بنحكي او بندعي انه يعني بنناضل من اجل مشروع وطني ومن اجل التنمية، فبالتالي يجب ان يعني نستفيد من كل المصادر الرئيسية لشعبنا. وبعتقد انه الانسان هو المصدر الرئيسي الوحيد لشعبنا، ولما نيجي نحكي الانسان فمعناه المرأة والرجل. نسلط الضوء على وضع المرأة في سوق العمل. الصحيح انه احنا يعني الكل بيجمع انه المرأة الفلسطينية حظيت بمستوى تعليمي متميز في مجتمعنا الفلسطيني، والنتائج العلمية يعني بتأكد على انه المرأة بالنتائج التوجيهي اللي كمان ايام راحين ندخل في امتحانات التوجيهي، على مدار السنوات السابقة حققت المرأة والطالبات يعني مستويات متقدمة في الأعلى الدرجات. لكن للأسف هذا غير معكوس في واقع العمل. منشوف إنه يعني وضع المرأة في سوق العمل، لا يوجد فرص عمل، نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل متدنية جدا تصل إلى 15%، ونسبة البطالة في صفوف الخريجات مرتفعة. طب أنت بتشوفي إنه بسياسات التشغيلية للحكومة بالنسبة للمرأة هل هي مرضية؟ لا يوجد حتى سياسات. يعني إحنا بنحكي إنه يعني في تمييز صارخ وفي ظروف عمل يعني لا تتوفر فيها شروط العمل اللائق. إحنا بنحكي عن أجور متدنية جدا لا تصل إلى مستوى الكرامة الإنسانية. ماذا عن دور النقابات في هذا الموضوع؟ هل تعتقدي أنهم يقومون بما يلزم؟ الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أمامه تحدي كبير في تنظيم صفوف العاملات، لأنه لدينا مطالب يعني جدا كبيرة. إحنا بنحكي عن قطاعات، في قطاع الخدمات، قطاع الغزل والنسيج، قطاع رياض الأطفال. من المعيب جدا أن تصل رواتب العاملات فيها إلى 300 و400 شيكل شهريا. أشكرك. طيب يعني سيد منير، ونحن نتحدث عن منظمة العمل الدولية، منظمة دولية هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية أينما حلت وأينما كانت، في موضوع فرص العمل في فلسطين، كيف تساعدون في وضع سياسات تشغيلية تلبي
مفهوم العدالة الاجتماعية ومن منظور أيضا التمييز عدم التمييز. بداية بديش الإخوان والأخوات الفلسطينيين يجلدوا حالهم ويجلدوا حالهم بقوة وعنف، لأنه 200 مليون عاطل عن العمل موجود في العالم وفي العالم العربي، نسبة البطالة 22%. فبالتالي فلسطين ليست وحيدة في هذا الشأن، إنما خاصيتها غادر الأخ، لكن الاحتلال والانقسام له أكبر بعد. بدناش نضلنا نجلد حالنا إنه إحنا معادلتنا مش معادلة دولية، هناك أزمة دولية وأزمة مالية خانقة جدا، وخمسة مليون عاطل عن العمل سوف يطلع على سلم العطالة والبطالة خلال السنة القادمة. هل تعتقد أنه هذا الكلام مرضي لشاب خريج جامعة له 4 سنوات يبحث عن عمل، وأنا عندي هون نماذج من هذا الموضوع سنستمع إليها؟ نعم، أنا ما بردين هذا الحكي، بس بقول هذه ليست خاصية فلسطينية وما نجلد حالنا، بقول في مسؤولية اجتماعية، بقول لابد من حوار اجتماعي ممنهج ما بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال وتحمل للمسؤولية الاجتماعية، وحوار اجتماعي مش ثنائي ولا أحادي. ما حدش راح يقيم المعادلة، لا الشاب ولا المنظمة ولا النقابة ولا الحكومة لحالهم، لازم الثلاثة يقعدوا مع بعض. وإحنا بدي أقول كمان منقدم الدعم الفني اللائق اللي نجمع أطراف الحوار مع بعضهم البعض ويخططوا مع بعضهم البعض، لطالما لم يتحمل كل فريق المسؤولية الاجتماعية، لطالما الوضع بده يضل، إضافة للاحتلال والانقسام، المسؤولية الاجتماعية أولا مسؤولية كل فرد تجاه قضيته. ما نقولش ايش بدي يعمل لي وزير العمل ولا منير قليبه ولا شاهر سعد ولا مين من كان، نقول انا ايش بدي اعمل في هذا الاطار اللي انفرض علي، لكن هناك معاناة ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات مشهورة بتقدم من خلال صناديق التشغيل ومشاريع التشغيل والتنمية الاقتصادية، ولا أحد ينكر أنه هناك تنمية اقتصادية منظمة العمل الدولية أشادت بها، البنك الدولي أشاد بها، صندوق النقد الدولي أشاد بها، كل المجتمع الدولي أشاد بالجهد الفلسطيني والتنمية الفلسطينية، إلى أنه كلنا كهيئة أمم أقرينا لطالما هناك احتلال لطالما هناك جمود في العمل التنموي. أشكرك سيد منير. طيب قبل ما أستمع إلى الحلقة اللي موجودة معنا كمان أستاذ شاهر، لما نحكي عن دور نقابات العمال ودور اللي بتقوم فيه وضغطها وتحركاتها في الشارع لخلق للضغط على الحكومة لخلق فرص عمل، أين دوركم في هذا الموضوع؟ طبعا الاتحاد واجبه زي ما انت تفضلت حضرتك انه احنا نقوم في هذا الدور، وقمنا بادوار عديده اتجاه الشارع من حيث مساله الحد الادنى للاجور، من حيث وجود قوانين هذه القوانين تكون عادله للعمال بالنسبه يعني لفرص العمل وللعاطلين عن العمل. ما هو القوانين انا بقصد لما بحكي عن الحمايه الاجتماعيه والضمان الاجتماعي هو جزء من اللي تتفضل فيه حضرتك، لانه هذا بيضمن انه ايجاد يعني على الاقل حياه كريمه للعامل، هذا من ناحيه. الناحيه الاخرى الاتحاد يعني انا عندي يعني عندنا خطه موجوده، يعني كنت معاي كنت حابب يعني نحكي في بعض بنودها بس ممكن لاحقا. يعني الاتحاد العام للنقابات عمال فلسطين يوم الاحد القادم راح يناقش خطة للسياسة الاقتصادية الاجتماعية اللي بتتفضل فيها نحكي فيها يعني ايش الوظائف المطلوبة، ايش توفير الوظائف، ايش نعمل بهذا الموضوع. احنا بس مش بنناقش بس بنقرر الخطة عشان تكون هاي مطلبنا امام الجميع، كيف كان مطلبنا لما عملنا مظاهرات ونظمنا مظاهرات في الحد الادنى للاجور، كيف كان مطلبنا لما عملنا قانون عمل فلسطيني ايضا اللي قاعدين بنحضر انه يكون في هناك خطة اقتصادية اجتماعية اللي تفي بالأسئلة اللي انطرحت اليوم في هذه الجلسة اللي تكون هي الواجهة الرئيسية لنا أمام الحكومة في المطالبة. يعني ما بدنا نروح على الحكومة نطالب الحكومة ونصيح بشكل فوضوي، لا لا لا، في عندنا خطة بيشرفوا عليها اقتصاديين أخصائيين، إن شاء الله يوم الأحد راح تكون هي الانطلاقة لهذه الخطة بالاجتماع، بده يكون اجتماع نقابي بمثل كل النقابات في الاتحاد العام لنقابات عمال الفلسطيني. طيب يعني اذا كنا متفقين على تشخيص الظاهره هو يوجد عدم يعني عدم وجود دراسات ممنهجه وسياسات ممنهجه للتعامل مع هذا الموضوع، خلينا نسمع لحال شاب معنا هو بيعاني من البطاله ومن عدم حصوله على فرصه توظيف، تفضل. في البداية بحب أعرفكم على نفسي، بهاء وريدات من الظهرية.
عاطل عن العمل من 5 سنين. كنت حاب أسمع جملة خلال النقاش من ضيوفك الكرام اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة. فالمفروض يعني في ظل معدلات البطالة العالية وصلت 45% في كم لك خريج 2009 الدبلوم، والفصل هذا راح يكون معي البكالوريوس المحاسبة، وأنت حاولت أنك تقدم لأكثر من جهة؟ قدمت لأكثر من محل، وخاصة يعني إجانا عقد في مؤسسة حكومية، فلما اكتشفت أنه في نهاية العقد أنهم بدهم يحاسبوا على مبلغ 20 شيكل بشكل يومي، فرئيسة القسم حكت لي بالعشرين، يعني باني انا حكيت لها يزبطش، حكت لي بالعشرين بجيب 1000 زيك. فانت لما بتكون في هيك وضع انه انت يعني قدام منصب، وانه هو يعني له السلطه، وانه انت لو جيت ترفع وتتشكى مش راح يكون لك صدى صوت. كمان المسؤول تبعها لما رجعت بعد فتره كان في فرص، بحكي لي انا قعدت سنتين انه انا مش شغال. افتح بسطه، اوكي افتح بسطه، بس انت وين في تمويل؟ حتى انت لما بدك تجيب تمويل لاشي، وفي افكار مشاريع كثيره بدك تثبت، حتى البنوك في فلسطين تتحمل جزء كبير من الموضوع لو سمحت يا اختي، فبدك تثبت للبنك انه انت مش يعني انه انت مش بحاجه للقرض. فانا بطلب انه يكون في سياسات، مش مجرد لجنات انه تقيم وتطلع احصائيات بالنسبه لمعدلات البطاله في فلسطين. بطلب انه ذوي الاحتياجات الخاصه يكون لهم جزء كبير من هذا الموضوع، انه مش بس انه بس مجرد ارقام. يعني انا من 2009 اشكرك، وانا بشكر حضورك معنا، ولضيق الوقت احنا بنختم بهاي الشهاده. وما قلته ممكن كثير في ناس عم بتحاول توصل صوتها بس للاسف مش عم بوصل. اعزائي المشاهدين، يعني هذا الحال علي في النهايه، ليس لي الا ان اشكر وجود السيد منير قليبو مسؤول منظمه العمل الدوليه في فلسطين، والاستاذ شاهر سعد مسؤول اتحاد نقابات عمال فلسطين معنا، وكان في الحلقة معنا موجود وزير العدل وزير العمل ولكنه غدر. وأشكر الحضور معنا جزيل الشكر، أشكركم جزيلاً.